أطور المكان في خدمة الإنسان. نعم، إنها مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم، وجولة بإذن الله من حي الخالدية إلى حي الخالدية، مرورا بشارع المنصور وشارع عبد الله عريف والنزهة والضيافة والدائري الثاني، ولنعود معكم إلى حي الخالدية بإذن الله. ابقوا معنا في هذه الجولة ومرحبا. نتجه الآن إلى حي الرصيفة، شارع عبد الله عريف في حي الرصيفة. والآن راح يقابلنا قطار الحرمين، تقريبا أكثر من 30 رحلة يوميا إلى المدينة. طبعا على يسارنا محطة القطار. خلال سنة أو سنتين، أول ما تجي من سواء من المطار أو من المدينة المنورة وتنزل في محطة القطار هنا، على طول تركب القطار الثاني إلى الحرم. راح يكون في قطارات وباصات في المشروع هذا اللي قدامنا، مشروع مسار بإذن الله راح يكون من أضخم المشاريع في مكة، تطور المكان في خدمة الإنسان. نعم، إليك يا مكة، ممشى متطور الخدمات والتجهيزات. مسار ملتزمون به بإتقان. المهم راح يكون مشروع عالمي وضخم وكبير. أبراج وفنادق ومحلات وممشى ومسجد وقطار وباصات، رؤية عمرانية متكاملة، نطور المكان في خدمة الإنسان. نعم، إنها مكة. ممشى متطور. شارع عبد الله عريف السبيتي،
ومركبات تجارية وماركات عالمية. الشمس تكون أمامنا، ممكن أقطع الفيديو في أي لحظة، يعني اعذرونا كان توقيتي خطأ وكان المفروض أنهم عكسنا التغطية. الضيافة على اليسار حي الضيافة والبيبان على يميننا. راح نوصل للجامعة، عند الجامعة ندخل على الدائري الثاني. صار الضيافة طبعا نسيد على المعابد وعلى هذا مستشفى الملك عبد العزيز على اليسار، وهذه جامعة أم القرى على اليمين.
الداري الثاني وفنج المواسم جرول على اليسار. نزل بكة على اليسار برضو هدين الصفوة فنج دورة الأحباب الحرم السليمانية العزيز يمنى بعض المقاطع. أبغاك تستمتع معي باللحظة، أبغاك تعيش معي اللحظة كأنك أنت اللي تمشي، ما هو ضروري إني أتكلم وأشرح. بعض الأماكن ما أعرفها، أنا ما أعرفها. ما شاء الله، يعني صراحة صار للنفق هيب. كانت أول الأنوار البيضاء، قبل الحين زادوا بالحرم. طبعا تحت هذه اللي على اليمين، وين اجي انا؟ هذه اللي على اليمين شو يسمونها؟ نسيت اسمها، بير بليلة. نعم، حبايبنا المغاربة واهل الجزائر تقريبا اغلبهم يقابلهم هنا. الآن على اليمين الهجلة وشارع إبراهيم الخليل. يبقى معنا الجمال، أنفاق وفوقها بيوت. فوقنا عالم ساكن. اللي بدأنا منها